اليهود يعرفونه، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أي محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أنه رسول الله، ولكن لم يطيعوه ولم يؤمنوا برسالته حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، تركوه حسدا، يريدون أن تكون النبوة في بني إسرائيل ولا تكون النبوة في بني إسماعيل، حسدوا بني إسماعيل فأبوا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهم يؤمنون بقلوبهم أنه رسول الله.